نطلع الفيديو ونجي فيديو ثاني. انا عوائل ما اقدر اصور كل شيء. ايش احسن؟ بات كوبرا. السلام عليكم. طبعا هذا مشتل العتبة الحسينية بكربلاء. وبالنسبة للنباتات الموسمية أو شبه الظلية، لا تلاحظون أنا أول مرة أشوف هيك أكاسيا، والسعر هم أول مرة هيك أشوفه. نباتات، النبات محجوز ولا يباع. ما ادري ممنوع او عادي ندخل هنا، انا هم ما ادري، بس في شيء ومكان حلو وبارد. لو اصور لكم اياه هيك على السريع يعني ما راح ألحق بربع ساعة ولا نص ساعة. فأنا جاي أمشي، هاللي أقدر أصوره لكم. بالنسبة للظليات مجرد شيش عادي. أو مو الظليات، وإنما النباتات الصغيرة أو اللي تحتاج ظل، يعني خصوصا هاي فترة الحرارة مالتنا. ما شاء الله قدوتها ومحملة. هذي أخوة أصغر. أشوفها محملة. هاي اخوة بعد اصغر. طب هذا شيش براسي. كان كاربس أو كينو كاربيس أو كاربيس، أوكي جماعة يسمونه كاربيس، ما يخالف. بس نروح نشوف الحيوانات.
بعد ارضيه بين موزايك بين مرمى ارض مكسر ومصفط ايوه وحاط ايوه. يا مثل النخل شلون مسوي له صراحه المرمى الابيض الى شكله مو بس ابيض ابيض واخضر يعني بصراحة بتشي حلو. بالنسبة للحجر هذا يمكن يمنع الطن بمية ألف على الوزن ينباع الطن بمية نافورات ويشي يعني في الشلال هذا الحجر وهذا المرمر. المرمر أشوفه أحلى صراحة. ما شفت ديدونيا بس اللي شفته كله كاربس. شوف هاي ماس كاربس لا ديدونيا. ما أعرف بصراحة حتى ذاك السياج نفس الشيء ما في شيء ما اعرف الان الورق ورق قياس بس هو شنو ما اعرف. فهسه راح اسال اي واحد من عندهم واقول له هذا السياج من المصنع. ها شجرة حلوة هم لقيت من عندهم ولد صغار بس المشكلة اعرفها يعني عريضة هواي يمكن ياس بعد ما اعرف. هذا الصبغ يحطون على مود الدود من شنت بروسيا هناك كل الاشجار حاطين من هذا الصبغ على مود الدود بس ما شاء الله البيزا قدم حامل اش اسمه بذور حتى عطرها حلو. هاي بذور الالبيزة يعني تفتحها انت تلقى بيها كامل بذور. لحد الان كل شيء مجاني وكل شيء حلو مقارنة صم حلو بس مو مثل المرمر اللي شفته عقعق. شفت واحد دا يشرب شاي عبالي اكو اسواق او محل بيع او هيج شي قاعد شوي اسمنت بارد مكانها بارد حلستوها مرشوشة يقصدون بالماء المباشر مع الشتلات اكو عندهم شتلات داخلية واكو شتلات خارجية بس بصراحة شفت الشتلات الداخلية شوية غالية يعني اغلى من السوق الموجود خصوصا عندنا بالنجف يعني. الشتلات الخارجية تقريبا نفس الاسعار بس عندهم زيادة البابايا ب 4000 مفرد. راح نشوف هاي شلون مرتبة. طبعا طلعت من الحديقة لان عوائل وهوسة فحاول نصور باقي المشتر مع العلم انه مجاني بالنسبة لي لحد الان ما دفعت اي شيء بصراحة يعني. وإذا على العوائل فقط بعد الشباب ممنوع يدخلون بعد الساعة 9 مساء. زين اكو بيع مباشر. الأبوة نايمة والأبوة الثانية نايمة والأسد همات نايم. المشكلة الأسد ينام يعني تقريبا 20 ساعة باليوم. 4 ساعات يقوم لو يصيد بيها هاي إذا بالبرية طبعا. يصيد بيها أو مثلا ياكل ويرجع ينام. كيف اذا هو اصلا يعني هنا أنا. زي ما الله حاطين معطر بالارضيه حاطين بوينتر هاسكي نعم ما تعتبر حاطين مبردات ودنيا
هاسكي جايبه لا لاني افراخه مينا كثير حب غندور حمام والبقية عاديات دجاج او هيجي يعني طبعا كل شوية نسده نرجع نصور من جديد لان تعرفون انا بالنسبة لي احب الفيديو الكامل بدون ما اقطع فيه لكن هم صار غصبا ما علينا لان اكو عوائل هنا واكو همات داخلين الشرطة فما ناخذكم يلا تعال نشوف الاسد وكان اطلع انا كل شي معروف وهذا كله ديدونيا طبعا صحيح يعني الكاربس كل اوراقها مثلث الشكل بينما هاي شبيهة مدببة اذا اشوفها ديدونيا او ديدونيا كيفك اسوار سياجات شنو تريد يسوي تحمل حتى القصة الجار وفي مال لا وراح ارجع النجف لان تأخرت مع السلامه